أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أن السنوات الثلاثة الماضية شهدت إنشاء 7 مراكز لخدمات المستثمرين، مشيرا إلى أن الهيئة لديها خطط مفصلة بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة. وقد حرصت الهيئة على افتتاح العديد من المراكز لتحقيق الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات خاصة محافظات الصعيد، تفعيلا لمبدأ اللامركزية مع توفير أحدث طرق الميكنة والربط الإلكتروني بتلك المراكز. فخلال ال3 سنوات الماضية تم إنشاء 7 مراكز جديدة في محافظات الفيوم، المنيا، قنا، الوادي الجديد، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، بالإضافة إلى مركز بمحافظة القليوبية جاري تشغيله بنهاية هذا العام، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمراكز 15 مركزا على مستوى الجمهورية.